فكره او كلمه مصطلح زواج التجربه. طبعا. بس انا خليني اخد كلمه زواج التجربه دي بس عشان نقرب الحكايه للناس، هستخدمها مؤقتا يعني. زواج التجربه اللي بيتكلموا عليه ده لو تم كزواج وطلاق يبقى زيه زي جواز المتعه؟ زواج المتعه هو الزواج المحدد بمده، وقد كان موجودا قبل ان تشرق شمس الاسلام، وحتى في حديث جابر ويقول لنا ان هو قبل ما يحرموا النبي عليه الصلاه والسلام كانوا اتنين راحوا يخطبوا واحده لزواج المتعه، شاب ومعاه قماشه نص كم، وراجل عجوز كحه ومعاه قماشه ميدن جبان، ما كانش اليابان موجوده اساسا يعني. فهي الست طلعت من البيت وكان عليها تختار واحد من الاثنين، يا تتجوز الشاب ده لمده 3 اسابيع وترضى بالجلابيه اللي جايبها لها اللي هي ما تساويش 5.5 جنيه، يا اما ترضى بالشيخ اللي هبكع البكع وتاخد الاكسترا اللي معاه 1,000,000 جنيه نقول مثلا. تمام. البنت كانت بقى يعني واعيه يعني ولها مطلق الحريه في الجاهليه وفي الاسلام، هو الاسلام ده جه الا علشان يزيد الحر حريه ويخلص العبد من عبوديته يعني. فهي قالت لا انا هعمل ايه بالاكسترا وشايلها واحد عجوز يعني، خدش العجوز انا ازقه هيقع في الانا، ماشي. لا اخد الشاب بالجلابيه اللي ما تشواش 7.5 جنيه، يا لا احي الجلابيه واخد الواد استمتع بيه وبتاع، حقها يا اخي رؤى الله يرحمه نور الشريف في ايه. تمام. فجابر بيحكي لنا بيقول انا كنت شايل جلابيه تعبانه وخالي كان شايل جلابيه ما حصلتش يعني مهر غالي يعني. أيوة. فاثرت الشباب على المهر الغالي واختارت الشباب. فلما عدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكينا له ذلك قال ابطله الاسلام، يعني ما عادش حاجة اسمها جواز لمدة 1 week 2 weeks 3 weeks 1 year، كل ده راح ومشي وعفى عليه الزمن، وينبغي ألا يناقشه المسلمون إلا في كلية الشريعة أصول الدين اللغة العربية طبعا مهدي الأول المواضع العلم يعني، إنما جواز إيه متعة إيه وتجربة إيه. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك في النقطة الثانية هو فقه ما قبل الزواج يا فندم، جرب الناس قبل ما تناسبها يا فندم، جرب الناس مش جرب البناية، جرب شوف انت. وبعدين في حاجة كمان يا أخي احنا حافظينها من واحنا في كيجي كده وهي فكاهة، لحد يفكرها جد ولا حاجة؟ لا فكاهة. الفكاهة بتقول ايه؟ ان في شخصية أسطورية خيالية ملهاش وجود بتضحك الخلق بس، لكن محدش ياخد منها حكمة ولا ياخد منها أي حاجة، اسمها جحا. فنقل عن جحا الأسطورة ده إنه قال منه لله اللي اتجوز قبلي ولا نصحنيش، ومنه لله اللي اتجوز بعدي ولا شرنيش. هو عايز الناس زي ما حضرتك كده بتضحك يضحكوا وقولوا إن الجواز أهو بص بقى تجربة فاشلة، تجربة مش ان زواج تجربة، لا تم يعني جربناه يعني خلصناه يعني دخلنا بزواج يعني. المفروض لو انا اقر عنوان زواج التجربة اقر في زواج التجربة الذي انتهى، لكن ما اقولكش تعالى الى زواج وجرب يعني عجبك كمل ما عجبكش يعني ما تكملش او حط شروط ست او راجل هدخل هدخل جواز هتجوز تدخله بنية استمرار وأبدية الجواز صح؟ ده دي الموت ده الأساس. طب ما في ناس حتى يفرق الموت بيننا. تمام. في ناس تقول لك إيه؟ في ناس تقول لك سيدة سبق لها الزواج ولم توفق انتهى الموضوع، أو راجل عايز يتجوز عشان يجيب عيال مثلا، فيقولوا للست اتجوزي تطلعي من الدنيا بعيل، أو يقولوا للراجل أهو اتجوز تطلع من الدنيا بعيل وكده كده هتطلقها، أو العكس اطلعي بالعيل وتطلقي منه بعد كده. ده ينطبق عليه بقى إنه مؤقت ولا ينطبق عليه بالظبط؟ ما هو ده جواز بالنية، ده النية، الهدف عليه الهدف إنه تاخد العيل وتمشي.
انا عايز اديك هديه بسبعة تريليون دولار تمام واشيل الثلاثه انا من عليك واحطهم في جيبي، ودي يمكن تكون معلومه شبه نادره، عشان كده بقول لك 7 مليار دولار. تمام. المعلومه شبه النادره دي ان كان الامام الله يرحمه الشافعي نجم، يعني اسطوره في العلم، زي ابو حنيفه زي مالك زي كلهم يعني. كان يتكلم في موضوع زواج المتعة لو نواه الزوج ولم يصرح به أثناء العقد، يعني لما جبناه يتجوز بهية كانت في نيته السودة أنه يطلقها بعد 17 قبل عيد الحج ما يجي، وتقول له هات لنا جمل نضحي بيه أو فرختين كبار، هو نيته كده. قال الإمام الشافعي كلمة هنا، لا اقول لك بقى توزن بالذهب ولا بتاع، هي توزن بالدنيا واللي فيها، عشان بتجدد، ايه بقى؟ عشان بتحيي، عشان بتعلم. قال والله اذا كان منوه وما قالش لحد وكتب الكتاب وفي نيته طلاها بعد سنه فالزواج صحيح، وقد يغير نيته. يعني الكلمه دي انا لو استثمرتها، يعني ايه غير نيته؟ يعني هو اتجوزها على اعتبار انها هتقعد 17 اشهر ولا انت طالق، لقاها بنت جميلة ولهلوبة في البيت ومدبرة ومريحة، والنية دي ما قالهاش لحد وغير فكره بعد كده. سلام عليك. الإمام الشافعي بقى هنا اللي بيتكلم يقول قد يسره منها ما يبقيها الأبد. فيقوم هو فكر مع نفسه وغير رأيه مع نفسه ومحدش عارف. بس كده، تمام كده، تمام كده. فقال لك الجواز صحيح. احنا شوف الدين قد ايه بيعمر، ما بيخربش. يقول الجواز صحيح والشرط باطل، يقول الجواز صحيح والنية المكتومة سيبك منها دي بتاعت ربنا وقد يغير، لكن لما يصرح بالنية، يعني لو ان حضرتك بتقول لي وانا الاستاذ او المفتي او المستشار بتاع حضرتك يا فندم يشرفك، انا سمعت بوداني الحاجة عيشة، الله يخليك، الحاجة عيشة اللي جاية من عمرة من أسبوعين، بتقول للبنت رنا اتجوزيه يا رنا وبعد ما تجيبي حتة العيل خليه يطلقك، ورنا قلت لها ماشي يا طنط، إن شاء الله رنا وطنط رايحين جهنم، رايحين جهنم. ده هو بدم طلع، ودي تديك فايل في كيفية الحفاظ على اللسان وعدا ومسكه كويس قوي من لغاليغه.